وطعنوا عليه بالتزوير، هم تحديدا السيد الأستاذ المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل السابق الذي حضر في هذه القاعة وأنكر توقيعه وطعن عليه بالتزوير. قرار بالنسبة لأمر المنع وصول القانون المنع والتصرف تأجيل جلسة 31/10 وعلى نيابة إرفاق أمر المنع من التصرف رقم 2/2015 وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر بتأييد أمر المنع. أيمن أحمد فتحي، ياسر الملواني، حسن محمد هيكل، جمال حسن مبارك، علاء محمد حسن مبارك، عمرو محمد علي القاضي، السيد لطفي صبحي. قررت المحكمة التأجيل لجلسات أيام 28 و29 و30 و31 من دور شهر أكتوبر 2019 للمرافعة ولحضور المتهم الخامس بشخصه وتنبه على المتهمين مع إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 309 فقرة 2 إجراءات جنائية. ربعة الجلسة.